بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم زملائي الاعزاء اطباء وطبيبات اسنان جمهوريه مصر العربيه وجميع انحاء الشرق الاوسط معاكم دكتور احمد سمير ان شاء الله هنكون في اول لايف بنعمله مع بعض على صفحه دينتكس اكاديمي هنتكلم في اللايف ده ان شاء الله النهارده على ال restorability of endodontically treated teeth how to restore endodontically treated teeth ازاي نقدر نسلكت حالة آه بشكل مظبوط آه هنعرف كل العوامل اللي بتحدد لنا نجاح الحالات بتاعتنا وهنشوف مع بعض برضو آه ايه الانوفيشنز اللي موجودة جديد في شغل البوست اند كور او الريستوريشن اوف اندو تريتد تيث آه مش مجرد بوست اند كور او مش هنتعلم ازاي نعمل دراجنج بس لا احنا هنتعلم ازاي نختار الرستوريشن المناسبة للحالة بتاعتنا. طبعا أنا يهمني دايما في أي لايف أو في أي محاضرة أو في أي معلومة بقدمها إن في شغلنا إزاي نتعلم نختار الحالة بشكل دقيق وإزاي نعمل أبليكيشن مظبوط في شغلنا كله. اوكي آه زي ما كنت بتكلم من شويه كده وبقول ان احنا هنتعلم ازاي نقدر نابلاي الماتيريال بتاعتنا ونابلاي آه الكلينيكال ستيبس بتاعتنا او ايه الجايد لاينز اللي بتحكمني علشان اقدر اشتغل بوست انكور ايه التريتمنت موداليتيز اللي موجوده دلوقتي او الانوفيشنز اللي موجوده واللي بتخليني اقدر اقول ان الحاله دي ريستورابل او لا تعالوا نمشي في جيرني مع بعض كده ونشوف الحالات بتاعتنا اللي ممكن نختارها ونسلكت الحالة دي فعلا للبوست انكور وتعالوا نتعرف على أول حالة ممكن تقابلني في الكلينيك كلنا مر قدامنا حالات معمولها اندو تريتمنت أو حالات محتاج إن أنا آخد الديسيجن إن أنا أعمل لها اندو تريتمنت وبالتالي هلجأ فاينالي إن أنا أعمل بوست انكور للحالة دي أو هحكم على الحالة دي إذا كانت نان وان انا هعمل فيها امبلانت أو هعمل اكستراكشن للحالة دي. إيه رأيكم في الكيس اللي قدامنا دلوقتي؟ الكيس اللي قدامنا دلوقتي دي من أكتر الحالات اللي ممكن تقابلني في شغل الكلينيك وممكن الحالة دي قابلت كتير جدا مننا وكل واحد فينا أخد ديسيجن مختلف عن التاني. لو أنا دكتور لسه معرفش أي حاجة جي بي ولسه ما خدتش اي فكره خالص عن آه, الريستورابيليتي او ما خدتش فكره خالص على الديسيجن تو ريموف ا توث ودي واحده من البايوميكانيكال كونسيدريشنز اللي لازم اعتبرها في شغل الكراوند بريدج الحاله دي لو انا سالت ثلاثه مننا دلوقتي كل واحد هيقول لي لاين اوف تريتمنت مختلف تماما عن الثاني ولكن علشان نمشي في لاين اوف تريتمنت مظبوط لازم يبقى كلنا لينا راي واحد كلنا ماشيين بجايد لاينز واحده بتحكمني في الاخر علشان اقدر اعمل اه ريستوريشن مظبوطه وتكون ليها سكسس ريت عالي السكسس ريت العالي اللي انا اقصده ان الماتيريال بتاعتي اللي انا هعمل لها ابلكيشن تقدر تعيش اكتر من اربع او خمس سنين بدون اي فيلير او بدون اي بروبلم او دي ممكن يحصل من الريستوريشن بتاعتي الكيس اللي قدامنا دي دي ابر لاترال والمفروض ان معمول فيها اندو تريتمنت ولو انا جبت الحاله دي لحد فينا دلوقتي ممكن يقول لي الحاله دي Indicated جدا post and كور. وسؤالي دلوقتي هيبقى الحالة دي إيه اللي بيحكمني فيها أو إيه الجايد لاينز بتاعتي اللي بتقولي إن الحالة دي ريستورابل أو لأ أو الحالة دي ينفع إن أنا أعمل فيها بوست كور أو لأ. طبعاً أول حاجة باخدها في اعتباري هي الأماونت أوف remaining توث structure يعني اللي باقي عندي من التوث structure قد إيه. وده ما أقدرش أحدده كلينيكال بس لازم إن أنا أحدده كمان باي إكس راي. طيب كتير مننا بيقابل حالات بهذا الشكل وبنشوف ان في حالات remaining roots وبيبقى فيها gingival overgrowth زي ما احنا شايفين overlying remaining root بتاعي وطبعا الحالة اللي قدامنا دي انا نفسي ما اقدرش اقول لكم دلوقتي اذا كانت restorable ولا لا الا لما امشي في ال guidelines اللي هقول عليه تعالوا لو شفنا حالة زي كده وعملنا اكس راي ولقينا ان اللور 5 اللي قدامنا ده آه الالف كريست بتاعه قريب جدا من الريميننج ساوند توث استراكشر في المنطقه اللي انا بشاور عليها دلوقتي دي القلب كريست قدامنا اهو والريميننج ساوند توث استراكشر فوق القلب كريست بحوالي 2 او ثلاثة مللي هل الحاله دي هقدر اقول عليها ريستوربل وينفع ان انا اعمل فيها بوست اند كور ولا لا تعالوا نشوف الاكس راي اللي بعدها عشان نجاوب على السؤال ده ايه استنى ثانيه جاي لنا في العياده والكيس دي كانت ابر 5 محتاج اندو تريتمنت والبيشنت بيقول لي انا محتاج ان انا اعمل ريستوريشن للفراكتشر بارت او الميسينج بارت من التوث ستراكتشر. لما جينا بصينا على الحاله دي قبل ما اخد الديسيجن اصلا ان انا اعمل اندو تريتمنت لازم اكون عارف كويس وواخد بالي كويس جدا الحاله دي اذا كانت هتبقى ريستورابل ولا لا وده عن طريق ان انا اشوف الريمينينج توث ستراكتشر اشوف الكراون روت ريشيو هل هو فيفربل ولا لا واخر حاجه ودي اهم حاجه في الموضوع كله البيولوجيكال ويتس او ان انا اشوف الريليشن ما بين الالفلا كريست والريميننج ساوند توث ستراكتشر هو فين هنا الريميننج ساوند توث ستراكتشر؟ هو ده الريميننج ساوند توث ستراكتشر اللي هو يعتبر الجنجبال سيت او الجنجبال مارجن بتاع الريستوريشن بتاع بتاعتي طيب هو فين البون ليفل او فين الالف كريست كتير فاهمين يعني ايه بيولوجيكال ويتس وبايولوجيكال ويتس المقصود بيه المسافه ما بين الالفلا كريست والسمنتو انامل جنكشن وده في الحالات النورمال يعني ايه كلمه الحالات النورمال اللي انا بقولها دي يعني الحاله اللي ما فيهاش فراكتشر او ما فيهاش كلاس 2 بمعنى اصح البيولوجيكال ويتس تقريبا من 2 او 2.4% تقريبا المسافه بتاعته اللي هي بنقول منين لفين من القلب لحد الريميننج ساوند تو ستراكشر في الحالات الفراكتشرد او الحالات الكلاس 2 او من القلب لكريست لحد السمنتو انامل جانكشن وده في الحالات النورمال البيولوجيكال ويتس ده سبيس لازم نحترمه جدا علشان الكونكتيف تيشو فايبرز والابيثيليال اتاتشمنت اللي موجوده في المنطقه دي لو احنا فكرنا نعمل ريستوريشن وما عملنا فيها حاجه اسمها فايوليشن of biological ويتس او عدينا حدود البيولوجيكال ويتس او ما سبناش سبيس كافي للبيولوجيكال ويتس يبقى اذا انا اللي هيقابلني هنا في الحاله بتاعتي ايه؟ هيقابلني في الحاله بتاعتي ان البيشنت هيجي يشتكي لي كل شويه من باد اودر هيجي يشتكي لي من باد تيست دايما هيقول لي في بليدنج في المكان ده او في المنطقه دي ودايما عندي مشكله ان البيشنت ده بيشتكي من البوكيتنج اللي موجود في الحته دي طيب هتغلب على المكان ده ازاي وهتغلب على المشكله دي ازاي لازم قبل ما افكر ان انا اعمل بوست أنكور لازم اعرف ان الحاله دي فعلا اذا كانت عندها اناف بايولوجيكال ويتس ولا لا وده عن طريق ان انا احدد ان فعلا في 3 مللي سبيس ما بين الالفلا كرست والريميننج ساوند توث ستراكشر اللي هو الجنجيفال سيت عندنا هنا في الجزء ده اللي انا بشاور عليه رجعنا لنفس السؤال تاني السؤال السؤال هو اصلا قد ايه البيولوجيكال واتس هنا او اصلا هو السبيس من اول الالف كريست لحد التوث استراكشر او الساوند توث استراكشر قد ايه في الصوره اللي قدامنا دي انا ما اقدرش اقول لكم هو فين لان الصوره دي متصوره بحاجه اسمها البايسيكتينج انجل تكنيك طبعا الناس اللي بيصوروا اكس راي او فاهمين يعني ايه ريديولوجي أو, او بيصوروا البريبيكال اكس راي في عيادتهم بيصوروا بطريقتين يا اما بيصوروا بالبايسكتنج انجل تكنيك او صوروا بحاجه سلبيه البايسكتنج انجل تكنيك هي التكنيك المتعارف عليه العادي اللي انت بتدخل الفيلم فيه انترا اورال وبتقول للبيشنت بتاعك اسند الفيلم الطريقه دي بتخلي فيه مشكله بتحصل يا اما الونجيشن او شورتنينج وده بيؤدي ان الالفلا كريست يا اما مكانه او السبيس بتاعه بيتحرك فوق مستوى التوث ستراكشر الساوند توث ستراكشر او بينزل تحت مستوى الساوند تو ستراكشر مكانه بيتغير اكوردنج للدايركشن بتاع البيم اللي نازل على التوث وعلى الفيلم فبالتالي انا ما اقدرش اعتمد على الاكس راي البري اللي متصوره بالبايسكتنج انجل تكنيك علشان اقدر احدد فين الألفلاكريست كريست امال هعمل ايه بعمل حاجه اسمها البايت وينج تكنيك البايت وينج تكنيك هو التكنيك الوحيد اللي هيسمح لك انك تقدر تحدد فين مكان الألفلاكريست

الكارد او الكربون الكارتون بيبر اللي موجوده اللي قدامنا دي بنبتدي نعملها في صوره وينج وبنقول للبيشنت عض او بايت على الوينج اللي قدامنا ده فبالتالي الفيلم بتاعي بيبقى واقف في شكل هوريزونتال علشان نقدر نصور تلتين التوث الابر واللور مع بعض في فيلم واحد وده انا مش محتاج احدد فيه البريبيكال اليا شكلها ايه انا محتاج احدد هنا الالفلا كريست مكانه فين ولكن انا مش هعتمد على التكنيك ده فقط في تحديد الاكيورسي بتاعت الاندو تريتمنت لا انا هعمل برضو بيري عشان احدد الاكيورسي واحدد البيري ابيكال ليجن اذا كان موجود ولا لا واحدد المشاكل اللي موجوده في الاندو او obturation بتاعي معمول بشكل سليم ولا لا. فاذا هنا هنمشي بالسيكونس اللي قلنا عليه اول حاجه هشوف في ريميننج كارث موجود ولا لا هشوف في عندي امالجم ريستوريشن او كومبوزيت ريستوريشن او اندرمايند توث ستراكشر موجود ولا لا كل الحاجات دي هبتدي ان انا اعمل لها كليننج واعمل ريموفل لكل الاولد كارث اللي موجود علشان كده اي حاله بتجيني او اي ستودنت بيبقى معايا حتى في في السكشن او حاجه بيجي يسالني يقول لي يا دكتور انا عايز اشتغل الحاله دي بوست ان كور اول حاجه بقولها له بقول له وريني كلين اكسس محتاج اشوف كلين اكسس يعني ايه؟ يعني ما فيش اي اندرماين توث ستراكشر مفيش اي اولد ريستوريشن موجوده مفيش اي امالجم ريستوريشن او كومبوزيت ريستوريشن كل الاكسس عباره عن كلين اكسس مش اندرمايند كل الوولز بينف ثيكنس وبالتالي هدي اشوف ساعتها المارجنز بتاعتي هل هي سوبرا جنجفل او ساب اذا كانت سوبرا جنجفل فهي بالتالي اكيد فوق الالف لاكريست ب 3 مللي فانا مش محتاجة اصلا ان انا اصور بايت وينج اذا كانت تحت الجنجفال مارجن وانا مش شايف فين المارجن بتاع التوث ستراكشر يبقى اذا هصور بايت وينج علشان احدد الريليشن ما بين البون والتوث ستراكشر ده بالترتيب او بالسيكونس اللي هنمشي بيه علشان نحدد الريستورابيلتي بتاعتنا طيب افرض الحاله بتاعتك ما كانتش فيها الاناف كرايتيريا بتاعتي علشان اقدر اعمل بوست اند كور او لقينا ان البيولوجيكال ويتس فايوليتد في الحاله دي او ما فيش اناف سبيس يبقى اذا هنا هعمل ايه؟ هلجا للخطوات اللي بعد كده في البيريو بنعرفها او بنسمع عنها حاجه اسمها الكراون لينثنينج ان انا هبتدي اعمل بون ريموفال او هعمل كراون لينثنينج باي اورثودونتيك اكستروجن او هعمل حاجه اسمها السيرجيكال اكستروجن كل دي حاجات بنعملها علشان نسمح ان الريميننج ساوند تو ستراكشر يبقى فوق الالف كريست ب 3 مللي ولكن لازم نحدد برضو ساعتها هو الكراون روت ريشيو هيبقى فيفرابل ولا لا لو لقينا ان بعد الكراون لينثنينج ان الاماونت اوف ريميننج روت بارت في البون او الـ part اوف ذا روت في البون قليل او طوله قليل بالنسبه للكلينيكال كراون يعني الريشيو مش 1 تو 1 اتليست يبقى الحاله دي هتبقى برضو نون restorable حتى لو عملت كراون لينثنينج وساعتها اقول لا الحاله دي هتبقى او كتير مننا بنشوفها حتى في المستشفيات الكبيره او في العيادات اللي هي مش سنكد مع بعض تلاقي بيشنت عامل اندو تريتمنت كويس جدا جدا ويجيلك في عياده البروثودونتست ويقول لك او يقول لك انا عايز اعمل تركيبه أه يا دكتور او عايز اعمل كراون او عايز اعمل بوست وكراون فيجي لك في العياده بتاعت البروتونتكس يقول لك انا عايز اعمل التركيبه بتاعتي فتيجي تقول له بعد الاكس راي الحاله بتاعتك نون ريستوربل اتفضل روح اعمل اكستراكشن ودي من اكتر المشاكل اللي بتقابلنا في شغلنا. طيب تعالوا بقى كده بعد ما جاوبتكم على السؤال الثاني نرجع للسؤال الاول هو الحاله دي ريستوربل ولا لا؟ تعالوا بقى نراجع كل الكلام اللي احنا قلناه عندنا هنا ده لور 5 محتاج اندو ولا مش محتاج لا الاندو تريتمنت كويس جدا محتاج ان انا اعمل فيه بوست كور طيب هو البيولوجيكال ويتس كفايه ولا لا اولا كلينيكالي لازم ابص على الحاله ما اقدرش احدد من الاكس راي بس هشوف الحاله فيها ريميننج كيرس ولا فيها اندر ماين توث ستراكشر الاكسس كلين ساعتها هبتدي اشوف الاكس راي واقول اه ده القلب بتاعي بعيد عن الساوند توث ستراكشر او قريب منه بس برده هضطر في الحاله دي ان انا اعمل ايه بالظبط كده هضطر ان انا اعمل بايت وينج اكس راي اذا كان الفراكتشر لاين بتاعي نازل ديب سب جنجبل انا مش شايفه بعيني يبقى ده السيكونس اللي كلنا هنمشي عليه متفقين عليه في شغلنا طيب تعالوا نشوف ايه الكرايتيريا بتاعه السكسسفول اندو تريتمنت اول حاجه ان يبقى في جود ابيكال سيل نو سنستيفيتي تو بريشر نو اكزوديت نو فيستيلا نو ابيكال سنستيفيتي نو اكتف انفلاميشن ولو عندي واحده من المشاكل دي هضطر ان انا اعمل اندو ريتريتمنت او لو انا شايف ان الاندو تريتمنت اللي انا عامله ايناف يبقى مضطر ان انا اعمل فولو اب للحاله بتاعتي كويس جدا ممكن بوصف انتي في بعض الحالات اللي انا شايف ان كان فيها انفكشن ولكن فيها آه بين ستيل لسه فيها بين او في سيمتومز علشان كده بنقول دايما الحالات اللي بنخلصها اندو وبنعمل لها كراون او بنعملها ريستوريشن لازم تبقى آه سيمتوماتيك تعالوا نتعرف على بعض الحالات اللي ممكن تقابلنا في شغلنا. ايه رايكم في الحالات آه اللي قدامنا دي؟ الحالات اللي قدامنا دي دي بعض الحالات اللي ممكن تقابلنا في شغلنا منها الحاله اللي فوق الحاله اللي قصادنا فوق دي آه, دي بنسميها في بعض الاحيان دانسينج جروب انجلد او دبل كارفيشر دي ممكن تعقني انا آه, اعمل بوت اند كور طيب لو انا عندي في العلاقه بتاعتي كويس جدا جدا وقال لي انا هعمل لك احسن اندو تريتمنت شفته في حياتك في الحاله دي طيب بعد ما يخلص الاندو تريتمنت هل الحاله دي هتصلح ان انا اعمل فيها بوست انكور ولا لا؟ انا كبروتيدمست هقول لك لا الحاله دي مش هتنفع اصلا بوست انكور لان احنا عندنا دايلاسيريتد رود الدايلاسيريتد رود طيب الاوبشن البديل عن البوست انكور هنا هيبقى ايه ممكن يبقى اندو كراون وده اللي ممكن ان شاء الله نبقى نتكلم عليه آه في مره كمان كده آه هنتكلم على الاندو كراون او هنتكلم على البايومايماتيك استراتيجي او الانوفيشن بتاع في بعض حالات الاندو تريتمنت اللي بتخليني او بتخليني استغنى بشكل كبير عن البوست انكور فهنا الحاله دي ممكن لو كانت اندو كراون هتسمح لي ان انا اعمل فيها اندو كراون ولكن الحاله بتاعتي لو مش انديكيتد للاندو كراون يبقى اذا الحاله دي نون ريستوربل وهعمل فيها اكستراكشن وامبلنت تعالوا نشوف الحاله الثانيه اللي قدامنا دي الحاله دي فيها اندو معمول اكتر من خمس سنين والبيشنت مش بيشتكي من اي حاجه ولكن لما عملنا بري ابيكال اكس راي اكتشفنا ان احنا عندنا بري ابيكال ليجن بالشكل ده البريبيكال ليجن ده البيشنت مش بيشتكي منه ولكن انا شايفه بعيني موجود في الموضوع. ممكن يكون بريبيكال ابسس ممكن يبقى بدايات سيست ممكن يبقى وات ايفر ولكن اللي قصادنا ده ان في مشكله وفي اندر اكستندد اندو. طيب تعالوا نفكر في الحاله دي، الحاله دي ينفع ان انا اعمل فيها اي خطوه من خطوات الريستوريشنز من غير ما اعمل اندو ريتريتمنت؟ طبعا كلنا في نفس واحد كده هنقول لا. ولكن بيقابلنا في بعض الاحيان البيشنت يقول لك انا عامل الاندو بقالي خمس سنين وبقالي 10 سنين انا مش عايز اعمل اندو ريتريتمنت انا مبسوط كده انا مرتاح بالاندو اللي معمول لي ده لو سمحت يا دكتور ما تعمليش اي حاجه تاني في الاندو انا عايز ريستوريشن فقط وعلى ضمانتي طبعا كلنا سمعنا كلمه على ضمانتي على ضمانتي دي من اكتر الكلمات اللي هتسبب لك فيلير في شغلك اوعى إيوة تعمل حاجه تحت بند على ضمانتي اللي البيشنت بيقولها لك البيشنت عمره اللي بتحصل زيك انت فاهم يعني ايه اندر اكستندد اندو فاهم يعني ايه بريبيكال ليجن فاهم يعني ايه البكتيريا او البول اوف بكتيريا اللي موجود في المنطقه دي وفاهم يعني ايه لو عملت دريلنج وبوست وريستوريشن في حاله معمول فيها او فيها ابسس او فيها اندر اكستندد اندو اكيد الفيليا شكله هيبقى عامل ازاي دي يمكن آه يعني وقعنا فيها كلنا واحنا صغيرين واحنا طلبه او احنا امتياز او في بعض الاوقات ان في حاله تيجي معمول فيها اندو اندر اكستندد فيها مشكله والبيشنت بيقول لك لا لو سمحت يا دكتور دخلني في الريستوريشن على طول انا ما عنديش وقت وبعد ما تعمل الدريلنج يجي لك البيشنت تاني يوم وش وارم ودي دايما مشكله بتحصل مع بعض مننا يقول لك المشكله من عندك انا كنت عايش خمس سنين او عشر سنين مرتاح المشكله حصلت على ايدك انت انا ما حسيتش بالم الا من عندك فالمشكله بتحصل من الدريلينج اللي انت عملته اول ما بتبتدي تعمل دريلينج او بتعمل بريباريشن اي فايبريشن بتعمله وبتعمل اي مانيبيوليشن في التوث ستراكشر ده بيبتدي يعمل فلير اب للحاله بتاعتك وتلاقي ابتدى يحصل ايديما او ابتدى يحصل سويلنج للبيشنت بتاعك او ابتدى يحصل بين اذا انت ما تعملش اي حاجه هنا الا انك تقول للبيشنت بتاعك هنعمل اندو ريتريتمنت ودي دايما بقولها للكانديديتس بتوعي او بقولها للطلبه اللي معايا في الجامعه بقول لهم لما يكون في مشكله مقابلاك او حاجه انت شاكك فيها حتى لو بنسبه 1% انت بتقول للمريض اللي معاك بتقول له انت هيحصل سويلنج وهيحصل سلايد بين والله لو حصل السويلنج والسلايد بين يبقى اذا انت دكتور شاطر لان انت تنبات بمشكله وانت عارف انت بتعمل ايه والمريض بتاعك هيثق فيك اكتر طب لو ما حصلش مشكله برضو انت دكتور شاطر لان انت تنبات بحاجه كانت ممكن تحصل ولكن بالرغم من تنبؤك بالحاجه الغلط ان ممكن يحصل سوالينج الا انك شغلك كان بيرفكت فالبيشنت ما حصلوش اي سوالينج يبقى في الحالتين انت دكتور شاطر علشان كده بنقول دايما الحالات اللي بيبقى فيها مشاكل زي كده بتعرف البيشنت كل خطوه بتحصل هنيجي على الصوره البريابيكال او البوست أوبراتيف اللي حصلت وشفناها دلوقتي الصوره البريابيكال او البوست أوبراتيف اللي احنا شايفينها دلوقتي مبين لنا ايه مبين لنا ان في بريابيكال ليجن ستيل لسه اثاره موجوده ولكن ابتدى يقل بنسبه كبيره او ابتدى يحصل ريزوليوشن وده بنسميه بون راريفاكشن يعني بون فاكشن يعني الايه الريديولوسنس دي موجوده أه، ولكن يعني ابتدت تقل شويه او ابتدى يحصل ريزوليوشن للانفكشن او ريزوليوشن للريديولوسنس اللي موجوده دي. طيب انا لو وريتك الاكس راي اللي قصادك دي وقلت لك الاكس راي دي فيها مشكله ولا لا؟ اول رد هتقوله لي اكيد في مشكله. ليه في مشكله؟ لان هنا عندنا في بري كان ولكن لو انا جبت لك الاكس راي دي وجبت لك البري اوبريتيف اللي قبلها وقارنت لك ما بينهم لا انت هتقول لي ده كده في هيلنج بيحصل يبقى دي حاجه تانية من الحاجات المهمه اللي لازم تعرفها النهارده ان انت لما بتيجي تقارن ما بين السكسس او ما بين البروسيدنج للبروبلم او الريكروتمنت او السكسس اللي بيحصل لازم تقارن ما بين بريابيكال اكس رايز مختلفه ما تجيش تشوف اكس راي واحده بعد التريتمنت وتقول لي الاكس راي دي اذا كان فيها مشكله ولا لا لا قارن ما بين البري اوبريتيف والبوست اوبريتيف تمام طيب هنا في الاكس راي اللي قصادنا دي دي بتبين لنا هنا طبعا ان كان في انترنال روت ريزوبشن وطبعا الحاله دي نوت انديكيتد او نوت ا جود كانديديت فور بوست اند كور الحاله دي انديكيتد فور كراون فقط او فور دايركت ريستوريشن فقط ما تعملش اي بوست مانيبيوليشن هنا في الروت ده لان الروت ده كله مليان جاتابيركا او مليان اوبتوريشن uh, ماتيريال ما اقدرش ان انا اعمل فيها دريلينج وما اقدرش ان انا اثبت البوست بتاعي في الأوبتيوريشن ماتيريال تعال بص على الاكس راي اللي قدامنا دي الاكس راي دي جميله جدا انا شايف ان الاندو مظبوط ما فيش فيه اي مشكله ولكن شايف ان في بري ابيكال ريديولوسنسي ما اقدرش اقول ليجن بقول ريديولوسنسي طب البري ابيكال ريديولوسنسي اللي موجوده دي هل دي فيها مشكله او هل البري ابيكال ريديولوسنسي دي أه نقدر نقول عليها ليجن او اقدر اقول ان الحاله دي محتاجه اندو ريتريتمنت ولا لا؟ لا طبعا الحاله دي ما اقدرش اقول كده وخاصه اذا كان البيشنت اسيمتوماتيك طب لو البيشنت سيمتوماتيك لو البيشنت جاي بعد الاندو في سلايد بين بعمل ايه؟ بشوف في بين بالبيشن في بين Percussion ولا لا؟ بشوف الاندو تريتمنت الهيستوري بتاعه معمول الاندو بقاله قد ايه؟ لو بقاله فتره صغيره بقول للبيشنت لا هنعمل فولو اب وهنتابع لمده 10 ايام كمان لو لقيت ان البيشنت عامل اندو بقاله فتره كبيره معديه شهر ولسه ستيل في بين يبقى اذا هضطر ان انا اعمل ايه؟ في بعض الاحيان بنلجا لحاجه اسمها الهيمي سكشننج او بنلجا لحاجه اسمها الباي بريمولاريزيشن او الباي ودي بنلجا لها في الحالات اللي فيها فوركيشن انفولفمنت وهنا البيشنت بيبقى عامل كراون او بريدج ولكن بيبقى فيه مشكله مقابلاه ان في فوركيشن انفولفمنت او في مكان شيلتر اريا بيجمع بلاك وبيجمع الفود فطبعا الحاله دي يا اما الروت بتاعي هيبقى البون اللي حواليه ضعيف جدا ما فيش بون حواليه او في بون لوس اجريسيف فهضطر ان انا اعمل هيمي سكشننج يعني هفصل المولر ده لتو بريمو لتو بريمولرز وابتدي اشيل نص من المولر واسيب النص الثاني اعمل عليه بوست وكراون يا اما بعمل حاجه اسمها باي بريمولرايزيشن وفي الحاله دي بعمل ايه في الحاله دي بعمل سيكشننج للمولر لتو بريمولرز ولكن هنا بحافظ بقى على تو بريمولرز علشان اعمل عليهم تو بوستس وتو كراونز مهم جدا في الحاله دي ان احنا نتبع كل الاساليب السليمه علشان نقدر بوست كراون بشكل سليم نحافظ على البيولوجيكال ويتس هنتعامل مع كل روت هنا على انه بريمولر لوحده بالروت لوحده منفصل عن الثاني يعني هنكرييت بيولوجيكال ويتس سبيسيفيك لكل روت على حده وده لازم نعمله اندر فلاب يعني بعمله اوبن ما بعملش الكلام ده كلوزد علشان انا شفت في ناس كتير بتعمل الكلام ده بس بتعمله بطريقه غلط يروح جايب البير او جايب ستون وفاصل المولر لتو بريمولرز وخلاص على كده الموضوع انتهى لا طبعا كده دي بدايه الغلط بدايه الخطيئه احنا المفروض ان احنا بنفتح فلاب وبنبتدي نعمل كراون لينسينج فور اتش روت لوحده. في مسمى تاني خالص اسمه الروت resection والروت resection ده مسمى من المسميات اه اللي بنعمل فيها استئصال ايه بالعربي كده يعني استئصال لواحد من الروت ولكننا بنسيب بقيه بقيه المولر بالكراون بالروت مش زي سكشننج ان انا بفصل التو المولر التو بريمولرز لا ده انا هنا بشيل الروت اللي فيه مشكله فقط وبرده بفتح فلاب عشان اقدر اشيله بعمل ايه بتلاقي روت فيه حواليه ابسس او روت اعمل لك بوكتنج مثلا زي الروت اللي في الصوره اللي تحت ده بنفتح فلاب وبنبتدي نشيل الروت ده او بنقصه لوحده خالص كده وبنبتدي نعمل ديسكارد للروت ده وبنحط طبعا بريزرفيشن للسوكت بتاعنا ببون او بي ار اف او وات وبعد كده بنعمل سوتشرنج تاني انا بحافظ على المولر بتاعي كله بكل الاناتومي بتاعه بالكونتاكتس بكل حاجه ما بغ... ما بقربش ناحيتها ما بغيرش في الفورم بتاعت الكراون انا كل اللي بعمله اني بشيل الروت طبعا هشيل الروت ازاي؟ حضرتك لما بيكون في مشكله حوالين الروت ده بيبقى ما فيش بون اصلا حواليه فبالتالي اللي بيحصل هنا ان اول ما بتفتح الفلاب بتلاقي الروت ده بير يعني الروت بيبقى باين بعينك مفيش بون حواليه بيبقى سهل جدا انك تعمل له ريموف الاسكيم اللي قدامنا دي واحده من السكيمز اللي كانت موجوده في احد البيبرز اللي عندنا ودي كانت بتحدد لك النوع الريستوريشن اللي انت هتعملها ان ريليشن لعدد الوولز والثيكنس فور each فولد عشان كده دايما لما بيجي حد يسالني يقول لي يا دكتور انا هعمل اندو كراون في الحاله دي ولا اعمل دايركت ريستوريشن كومبوزيت ولا اعمل بوست uh, كراون اعمل ايه بالظبط اقول له اول حاجتين بتقيس عليهم شغلك او بيبقوا الجايد لاينز بتاعتك هو الاثنين دول اللي هنقول عليهم اول حاجه عدد الوولز الريميننج والثيكنس فور اتش وول يعني السمك الوولز وعددها افرض انا سالتك دلوقتي قلت لك ان في حاله قدامنا فيها اندو تريتمنت و4 وولز موجودين الاربع اسطح موجودين هل الحاله دي تصلح للبوست انكور ولا تصلح لدايركت ريستوريشن دايركت كومبوزيت ريستوريشن لو الاربع اسطح موجودين في الحقيقه السؤال ده ليه اجابتين الاجابه الاولى ممكن تبقى دايركت ريستوريشن كومبوزيت والاجابه الثانيه بوست كراون طيب ده ده كده اكستريمز ده كده الاجريسيف جدا البوست كراون وكده الموست كونزرفتف الدايركت ريستوريشن طب اعمل اني فيهم طيب تعالوا نشوف الحاجتين اللي انا قلت لكم عليهم في الاول واحنا نسيناهم دلوقتي اول حاجه قلت لكم الاربع اسطح اللي موجوده هل هي موجوده ولا لا الـ remaining walls موجودين، 4 walls أو 3 walls اتليست آه الأربع أسطح موجودين، طب الـ thickness of وولز remaining walls قد إيه؟ الـ thickness of وولز remaining walls حوالي 2 مللي أو أقل، لأ، لو أقل من 2 مللي يبقى إذا أنا مضطر أعمل post crown، لأن أنا عندي هنا الـ remaining tooth structure هيبقى undermined، هو أي نعم أربعة walls موجودين ولكنهم كلهم undermined. طب لو قلت لك ان الاربعه وولز اللي موجودين <applause> الثيكنس <applause> <applause> بتاعهم يتعدى ال 2 مللي لا يبقى ساعتها ممكن اعمل دايركت ريستوريشن دايركت كومبوزيت ريستوريشن يبقى علشان كده بنقول دايما هم دول التو فاكتورز اللي بيحددوا لي النمبر اوف وولز والريميننج ثيكنس فور إتش وول نيجي على مسمى اسمه كاستم ميد او ريدي ميد بوست امتى بعمل كاستم ميد وامتى بعمل ريدي ميد دايما في في محاضراتي او المعلومات العلميه اللي بنقولها والتريكس بنقول حاجات بنشبه بيها بحاجات عندنا في الناتشرال لايف عشان تبقوا عارفين او تفهموا اكتر احنا بنقول ايه لو قلت انت لما ما لقيتش حاجه عايز تشتري بدله مثلا وما لقيتش مقاسك او ما لقيتش الاوتفيت اللي انت عايزه المقاس بتاعك لو انت مش لاقيه بتعمل ايه انت بتروح تفصل بنفصل بنعمل كاستم ميد سوت بنفصل بدله على مقاسنا يبقى اذا انا ايه اللي هيدفعني ان انا اعمل كاستم ميد بوست اصلا اللي هيدفعني ان انا اعمل كاستم ميد بوست ان ان الحاله بتاعتي فيها لارج اكستريملي لارج كانال او الحاله بتاعتي فيها اكتر من 50% لوس من التوث ستراكشر او الحاله بتاعتي فيها اما تير توث او اما تير كانال الاماتور توث المقصود بيها ان حاله حصل فيها عنده تريتمنت في سن صغير وكان لسه ما حصلش فول جراف او ما حصلش فول ماتيوريشن للكنال فالكنال بتاعتي لارج او كنال اكستريم لفلورد او التيوب ال 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 بتاعت الكنال او البلب كنال واسعه يبقى اذا هنا انا ما عنديش بوست ريدي ميد مساحه او ما كله بتاع الروت كانال فبالتالي مضطر ان انا اعمل كاستم ميد بوست تمام طيب امال ايه prefabricated post ال prefabricated او ready made post دي بوست جاهزه انت رحت دلوقتي تشتري بدله جاهزه ما بتفصلش انت بتشتري بدله جاهزه فلما هنشتري حاجه جاهزه يبقى اذا احنا محكومين باحجام ومقاسات معينه الاحجام والمقاسات دي انا بفصل الكنال على شكلها عكس الكاستم ميد انا هنا بعمل دريلنج للكنال على البوست اللي معايا بجيب اقرب بوست او اقرب سايز للكنال وببتدي ان انا اعمل وايدنينج للكنال بتاعتي على مقاس البوست اللي موجود طب امال ايه الميتال بوست الميتال بوست كان زمان موجود حاجه اسمها ستيل وحاجه اسمها تايتانيوم بوست ولكن دلوقتي خلاص ما بقيناش نستخدمه علشان اسباب كتير هنتعرف عليها فيما بعد في اختيار الماتيريال المناسبه للبوست انكور طيب انا عرفت ايه الانواع اللي موجوده اعمل ازاي ديتكشن للنث او ازاي اعمل دريلنج للكنال بتاعتي ودي من اكبر المشاكل اللي بنقع فيها بعد الكيس سلكشن يعني تخيل انت دلوقتي اخترت الكيس اخترتها بشكل سليم ولكن لما جيت عملت دريلنج بقى عملت دريلنج بشكل خطا طب الدريلنج ده بيتم ازاي تعالوا اقول لكم جايد لاينز تمشوا عليها ناجحه بنسبه 99% وتسعة من عشرة كمان. درنينج بشكل سليم هيخليني اجيب البوست بتاعي واحطه في الكمال يوصل على نفس اللينس وما يبقاش فيه جاب اللي بتحصل لان دي حاجه بتحصل مع معظم الزملاء اللي انا بشوفهم الاقيه عمل دريلنج وحط البوست وبقى فيه جاب واضحه في فويد او مسافه واضحه فاضيه ما بين البوست بيركا ودي مسافه خطر. ليه خطر؟ لان احنا عندنا الكنال بتاعتنا طول ما ما فيهاش يعني اوبتوريشن ماتيريال او ما فيهاش حاجه عامله فيلنج للكنال انا عندي خطوره ان في اكسسوري كانالز ممكن يحصل انفكشن في اي وقت او يبقى في بكتيريا اصلا حصلت نتيجه الدريلنج جوه الكنال وبتعدي من الاكسسوري كانالز ويبتدي يحصل ابيكال انفكشن او يحصل بريدونتال انفكشن او آه ليجن لاترال للروت او periapical روت نتيجه وجود الاكسسوري كانالز اللي عندنا. طيب احنا كده محتاجين ان الدريلنج يبقى كونسايز على قد الروت كانال بالظبط محتاجين ان الدريلنج يبقى بيرفكت جايب نفس الطول بتاع البوست انسيرشن بتاعي. هنمشي على جايد لاين هنتعلمها ونعرفها هتلاقوها ناجحه في كل حالاتنا ان شاء الله. اول حاجه وابسط حاجه واسهل حاجه ان الحاله بتاعتك تبقى انت عارف الوركنج لانس بتاعها. لو احنا عارفين الوركنج لانس بتاع الحاله بتاعتنا هنعمل دريلنج تلتين الكنال يعني انا لو عندي او تلتين الوركنج لانس يعني انا لو عندي الوركنج لانس حوالي 20 مللي هعمل دريلنج 15 مللي طيب الكلام ده سهل وجميل طب اعمله بايه بالظبط؟ لا ده احنا عندنا دريلز كتير جدا بلاقي ناس شغاله بحاجه اسمها جيتس جليدن دريلز وناس شغاله بحاجه اسمها بيسو دريلز وناس شغاله بالفاينل دريل اللي جاي مع الكت او مع السيستم، مين احسن حاجه؟ طبعا احسن حاجه هو الدريل اللي جاي مع السيستم. الدريل اللي جاي مع السيستم ده الدريل سايز آه اللي بيبقى جاي بنفس مقاس البوست، فبالتالي انت ضامن ان الدريننج اللي هتعمله هيبقى بنفس مقاس البوست اللي جاي يتحط جوه الكمال. امال ايه الجيتس جليدن الجيتس جليدن انا بعتبر بعتبرها اوريفس اوبنر فقط محدش يستعمل الجيتس جليدن في بوست دريلنج للكنال محدش يستعمل الجيتس جليدن انه يعمل دريلنج للكنال تو ريسيف بوست لان الجيتس جليدن من شكلها الوركينج بارت او الهيد بتاعتها صغيره جدا إذن لما حضرتك بتعمل بيها دريلنج في الكنال انت وكانك بتعمل يعني تاكلنج للكنال كانك بتزغزغ الكنال انت ما بتعملش اي حاجه actually انت كل اللي بتعمله ان انت عمال بتضيع وقت بس وهتلاقي في الاخر الجيتس جلدن بتتكسر امال ايه اللي احنا بنعمله بالجيتس جلدن احنا بنعمل بيها اورفيس اوبننج بفتح بيها الاورفيس في الاندو او بعمل بيها جيت واي اوبننج يعني انت عندك جاتابيركا وبتنزل فيها بالجاتابيركا علشان تعمل فلايرنج وان انت توسع او تو جاب او تو كرييت جيت واي يمشي فيه الدريل اللي بعده انما عشان تعمل دريلنج في الكنال بالجيتس جليدن انت كده بتضيع وقت طيب ايه البديل السليم للفاينل دريلز انا دلوقتي انا عندي سيستم عندي كيت الكت بتجيلي فيها البوستس بالمقاسات بتاعتها وبالالوان بتاعتها وبيجي لي ثلاث مقاسات برضو زيهم للبو، للبوست دريلز بديل او البديل الاسلم للبوست دريل هو البيزو دريل والبيزو دريل ده يونيفرسال زي ما احنا شايفين الكت بتاعته كده بتبقى مقاسات من واحد لستة انا بختار المقاس المناسب للدريلينج بتاعي او للكنال بتاعتي طبعا اقل مقاس مناسب نقدر نشتغل بيه هو مقاس رقم ثلاثة ده اصغر مقاس اقدر اوقف عنده واشتغل بيه آه وده بنستعمله مع الكنالس الصغيرة زي اللور سنترال زي الابر إن لاترال لو انا هشتغل ابر سنترال هشتغل كناين ممكن اوصل لسايز 5 كمان او 6 لو هشتغل بريمولرز ممكن اوصل لسايز 4 في البيزو دريلز ولكن هو الانسب والاسلم هو الفاينل دريل اللي جاي مع الكت طيب يبقى اذا انا هنزل تلتين الكنال او تلتين الوركينج لانس عملت دريلنج ل 15 مللي من ال 20 مثلا وعملت ديتكشن للبوست سايز ازاي لو انا عندي الكت فيها ثلاث مقاسات بجيب اي مقاس منهم أه وابتدي اجربه على الاكس راي اشوف المقاس ده مناسب للواتس بتاع الكنال ولا لا مناسب لحجم الكنال بتاعتي دي ولا لا وابتدي ان انا اعمل دريلنج بهذا الشكل وبعد ما اعمل دريلنج بعمل دراينس للكنال كويس وبتاكد ان البوست بتاعي واصل للفول وركينج لانس او الفول دريلنج اللي انا عملته طب الكلام ده جميل جدا جدا في الحالات اللي انا عامل فيها اندو امال الحالات اللي انا مش عامل فيها اندو او الحالات اللي انا مش عارف اصلا الوركينج لينس بتاعي قد ايه دي بتبقى من الحالات الاصعب بالنسبه لي من الحالات الاصعب بقى اللي بيبقى فيها الوركينج لينس مش معروف بعمل ايه بنزل على استيميتد وركينج لينس واللي هقوله لكم دلوقتي هو اصح بنسبه 99.9% زي ما قلت لكم قبل كده لو انا عندي اكس راي للحاله بتاعتي الغلطه اللي بشوفها مع معظم الزملاء انه بيجيب الفايل ويحطه على الاكس راي ويقيس يشوف بقى الفايل ده واصل لحد فين تقريبا من الكنال ويقول لك الكنال دي تقريبا طولها 18 او 19 او 20 خلاص يبقى انا هنزل كده ايه 14 او 15 دريلنج وبعد ما بيخلص الدريلنج ويصور اكس راي جميله كده بيتفاجئ انه شال كل الجاتابرك او ما نزلش اناف لينز طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ تعالوا نرجع بقى لاول سلايد اتكلمنا فيها وقلنا ان احنا بنصور بحاجه اسمها البايسكتنج انجل تكنيك البايسكتنج انجل تكنيك بيحصل فيه ايه؟ ايوه بيحصل فيه حاجه اسمها الونجيشن او شورتنج. طيب لما بيحصل هو الونجيشن او شورتنج يبقى اذا الطول اللي هيحصل ده او اللي انا شايفه في الاكس راي مش مظبوط. يبقى ما ينفعش ان انا اجيب فايل واقيس عليه. امال بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها استيميتد دريلنج. يعني بنزل على طول تقديري. يعني ايه طول تقديري؟ يعني الاول الحاله دي ميل ولا في ميل طيب الحاله دي ميل طب الكراون هايت هل في اتريشن ولا كراون هايت كويس وما فيش اتريشن وانا شايف الفول ورك الفول كراون موجود لا الفول كراون موجود يبقى اذا ده ميل والفول كراون موجود وانا شايف ان الفورم بتاعه الكراون لارج يبقى اذا الحاله دي ممكن نقول اللينث بتاعها او الوركينج لينث بيتراوح ما بين 21 ل 23 ميل طيب يبقى هنزل تلتين الطول اللي انا اقترحته ده طيب افرض الحاله بتاعتك الكراون مش موجود خالص يعني هي عباره عن روت فقط هل هنزل ال 15 مللي برضو اللي هم الدريلينج بتاعي؟ لا طبعا انا بطرح طول الكراون اللي مش موجود من ال 15 مللي اللي انا المفروض انزلهم تقريبا حوالي 10 مللي في الكنال بتاعتي يبقى اذا انا بحدد الدرلينج بتاعي اكوردنج للحاله بتاعتي الجندر بتاعها هل هي ميل ولا في ميل بحدد اكوردنج بنأسف ليكوا يا دكاترة على العطل الفني اللي حصل ونرجع لكلامنا تاني مساء الخير يا دكاترة بنأسف ليكوا يا دكاترة على العطل الفني اللي حصل ونرجع لكلامنا تاني اتكلمنا في ان البوست اند كور وقلنا الكاستم ميد بوست في الحالات اللي بيبقى فيها اكستريم لفلورد كانال هنا عندنا تو اوبشنز بديله أه للكاستم ميد بوست ان احنا نعمل حاجه اسمها كاستمايزيشن او رود كانال كاستمايزيشن بان احنا نعمل أه كور بيلدينج او سيمنتيشن للبوست وكور بيلدينج بمساعدة أوكزيلري بوستس ودي بتبقى في صورة كيتس صغيرة الكيتس اللي عندنا دي بتيجي في صورة ماستر بوست وأوكزيلري بوست زيها بالظبط زي الجاتا بيركا أوبتيوريشن الماستر بوست ده اللي هنعمل بيه المين ف... أوبتيوريشن اه... أو مين سيمنتيشن اه... للكنال والاوكسيلري بوستس بتاعتنا هي اللي هنبتدي نعمل بيها اكسترا كانال فيلنج زي ما احنا شايفين في الصوره دي وزي ما احنا شايفين في الصوره الكلينيكال كمان اللي موجوده تحت تعالوا نشوف الفيديو اللي بيوضح الكلام ده هنا زي ما احنا شايفين في الحاله بتاعتنا ان الكيس بتاعتنا عملنا فيها درلين كاستمايزيشن الكومبوزيت البالكي كومبوزيت جبنا البوست بتاعنا وابتدينا ان احنا نعمل سايلونايزيشن وبوندنج وابتدينا نستخدم الكومبوزيت بتاعنا وكانه امبريشن ماتيريال للكنال عشان تاخد الفورم بتاعة الكنال بتاعتنا وبعد كده ابتدينا نعمل كيورنج تو بريزرف الشيب اللي اخذته جوه الكنال ماتيريال للكنال عشان تاخد الفولشن وبوندنج وابتدينا نستخدم الكومبوزيت بتاعنا وكانه امبريشن ماتيريال للكنال عشان تاخد الفورم بتاعه الكنال بتاعتنا <applause> هنا طبعا ابتدينا نبني الكور ستراكشر وعملنا الفول كيورنج زي ما احنا شايفين كده بقى الكاستم ميد او الكاستمايزد بوست جاهز عندنا هبتدي ان انا اعمل سيمنتيشن انترا كانال نعمل درايننج ودراينس كويس جدا وبعد كده ممكن ان انا اعمل اتشنج وده اوبشنال في بعض الحالات خاصه لو كان السيلر اللي احنا شغالين بيه آه زنك اوكسايد جينول سيلر بس طبعا معظم السيلرز خلاص اللي احنا شغالين بيها دلوقتي اد سيل seal والريزن سيلرز والبايو سيراميك سيلرز والحاجات دي خلاص محدش بيشتغل بالزنك اوكسايد جينول ولكن هو اوبشنال تو انكريز البوند سترينث هبتدي دلوقتي ان انا اعمل دراينس للكنال بتاعتي كويس جدا وهبتدي ان انا استخدم الدول كيورد بوندنج ايجنت وده مهم جدا ان احنا نعرف ان بنستخدم الدول كيورد بوندنج ايجنت مش اللايت كيورد مش التوتال اتش لان طبيعي التوتال اتش او اللايت كيورد بوندنج ايجنت اللايت اكيد مش هيوصله جوه الكنال فبالتالي لازم استعمل دول كيورد بوند عشان اضمن ان البوند فولي بوليمرايزد جوه الكنال شلنا الاكسس للبوست بتاعنا او بوست بوندنج ايجنت وهنبتدي نعمل اتشنج للبوست وابتدي اعمل بوندنج والسمنتيشن هيتم برضه بالدول كيورد رزن سيمنت ما اقدرش ان انا اعمل uh, سمنتشن باللايك يورد بعمل سمنتشن بالدول كيورد عشان اضمن ان كل الكومبوزيت او كل الريزن سيمنت بتاعي حصل له فول بوليمرايزيشن على كل البوينتس اللي موجوده جوه الكنال بعد ما شفنا طبعا الكاستمايز بوست هنبتدي نتكلم الريدي ميد بوست بس ده مش ريدي ميد بوست بس ده ريدي ميد بوست انكور كور وده بقى علشان ايه يعني الشركات تسهل اكتر على الدكاتره بدل ما الدكتور يعمل دريلينج وبوست وبعد كده سيمنتيشن للبوست وبعد كده كور بيلدينج وهكذا وياخد وقت شويه لا هو بيسهل على الدكتور كمان ان الموضوع يبقى اسهل اكتر والموضوع يبقى ايه سريع اكتر بانه عمل له كاستم ميد او سوري ريدي ميد بوست اند كور وده بمجرد بس ما بنعمل دريلنج بنجيب البوست الكورسبوندنج للكنال بتاعتنا ببتدي ان انا اعمل له سيمنتيشن وابتدي ان انا اعمل له بريباريشن للكور عشان تو ريسيف ا في الاخر زي ما احنا كاربون فايبر بوست يمكن كتير مننا ما شافوش الكاربون فايبر بوست كان لونه جراي uh, او لونه بلاك زي ما احنا شايفين كده الكربون فايبر بوست ده خلاص يعني اتسحب من الاسواق من اكتر من 10 سنين يعني ما بقاش موجود دلوقتي وده كان بديل البديل بتاعه هو الجلاس فايبر بوست اللي كان عباره عن ايبوكسي ريزن وفي سيليكا فيلرز او او في زيركونيا فيلرز اللي موجوده اكوردنج لسعره عشان كده بنلاقي ان في انواع سعرها عالي جدا وفي انواع رخيصه السعر بس طبعا في انواع رخيصه جدا لدرجه ان انت يعني تكو... تكاد تكون يعني ببلاش يعني بلا ثمن والانواع دي ما اقدرش ان انا اعتمد عليها في شغل بوست اند كور لان الانواع دي في الحقيقه هي عباره عن ايبوكسي فقط هي عباره عن بلاستيك ما فيهاش اي فيلرز وبالتالي سهله الكسر ودايما الفراكشر بيحصل عند السيرفايكال اريا وده اللي هنعرف وهنشوفه وهنتكلم عليه في الفاينايت اليمنت اناليسز اللي بتتعمل او تحليل القوة اللي بينزل على الاسنان وهنشوف ازاي بيبان على جهاز الفاينايت طبعا هنا زي ما احنا عارفين ان الكورونا بنشيل فيها الاندرماين توث ستراكشر بنشيل فيها الاولد كيرس وبنشيل فيها اي اندر كاتس موجوده عندنا علشان نقدر نحدد شغلنا فعلا هيبقى مظبوط ولا لا والحاله بتاعتنا اذا كانت ريستورابل ولا لا هنا الجيتس جليدن ده شكلها والبيزو ريمرز دي شكلها واتفقنا ان الجيتس جليدن دورها فقط هو الجيت واي اوبننج او الاورفيس اوبننج في حالات البوست كور ولكن البيزو ريمرز هي اللي بتقوم بالدور الاكبر في الدريلنج او الفليرينج هنا دي لاينز اللي احنا بنمشي عليها في حالات الكاستم ميد بوست اول حاجه طبعا اللي احنا كلنا متفقين عليها ان احنا بنسيب تلت الكنال وبنشيل تلتين الجاتابيركا اللي موجوده يعني التلت الجب... الابيكال بيفضل موجود وبعد كده ببتدي ان انا اعمل جود فلارنج تو ريسيف البوست بتاعي والكنالز اللي بتبقى راوند اكسلر زي حالات الابر سنترال دي اللي بنعمل فيها حاجه اسمها انتي روتيشنال فيتشر او الانتي روتيشنال جروف اللي هو بيبقى بيحميني من الروتيشن اللي ممكن يحصل في البوست بتاعي وبالتالي ممكن يحصل فيلير بسهوله تلاقي البوست دايما بيحصل له ديسلوجمنت او محتاج سيمنتيشن كل شويه هنيجي على مسمى جميل جدا وهو مسمى الفيرل الفيرل ايفكت او الفيرل فينش لاين ده من المسميات اللي كلنا بنسمع عليها في شغل البوست انكور ولكن احنا ما نعرفش يعني الفيرل ده اهميته ايه؟ لازمته ايه؟ هل هو مهم جدا لهذه الدرجه ولا لا؟ طبعا هنا الصوره او الدياجرام اللي قدامنا ده بيوضح لنا قد ايه الفيرل مهم جدا في شغل البوست انكور. قد ايه الفيرل ده زي ما احنا شايفين في الحاله اللي قدامنا دي مش معمول فيها فيرل يعني معمول preparation على الروت فيس يعني ايه preparation على الروت فيس؟ يعني الروت فيس بتاعي او الروت فلات مفيش اي فينش لاين معمول عليه وبالتالي مفيش اي بروتكشن uh, للسراوندنج structure استراكشر والكراون بتاعي مش عامل جود ري انفورسمنت فبالتالي الفورس اللي بتنزل على الكراون بتاعي بيحصل ايه بتبقى dislodged او بتبقى uh, ديستريبيوتد على الروت وبتبتدي تعمل فراكتشر فراكتشر للروت او فيرتيكال فراكتشر وده الفيلير اللي بيحصل دايما في حالات البوست انكور طيب نتجنب الفيلير ده ازاي نتجنبه بان احنا بنعمل حاجه اسمها الفيرل ايفكت او الفينش لاين السراوندنج الروت سيركمفرنس وده اللي بيبقى اسمه براسلت او بنسميه الروت سيركمفرنس فيرل ايفكت طوله بيبقى حوالي من واحد ونص ل 2 مللي ومهم جدا علشان ده اللي يحميني من الفراكتشر الفيرتيكال اللي بيحصل في الروت اثناء اللود ابلكيشن البيبر اللي قدامنا دي دي كانت بيبر او دراسه معموله الدراسه اللي قدامنا دي بتوضح لنا قد <applause> ايه طول الفيرل بيفرق معانا في شغلنا يعني احنا عندنا هنا زي ما احنا متفقين ان الفيرل بتاعنا هو الفيرتيكال لينث اللي قصادنا الفيرتيكال لينث ده بيبقى يا اما زيرو يعني مفيش فيرل نو no فيرل او 1 ملم فيرل لا او 2 او 3 ملم فيرل الدراسه دي اثبتت ان انت لو عندك من 3 ل 4 ملم mm فيرل انت مش محتاج اكشولي ان انت تحط بوست في الحاله بتاعتك يعني ممكن لو انت عندك الفور remaining walls موجودين وعندك فروم 3 to 4 ملم يبقى انت محتاج تعمل كراون فقط مش محتاج تحط بوست امال الحالات اللي فيها 1 و 2 ملم دي انديكيتد ان انا اعمل فيها بوست ولا لا قبل ما نقول الفيرل انديكيتد اعمل فيه بوست ولا لا واللينث بتاعه قد ايه لازم نبقى عارفين ان في حاجه اسمها هوريزونتال ريليشن وفيرتيكال ريليشن الفيرتيكال ريليشن هي الفيرل بتاعنا والهوريزونتال ريليشن هو الفينش لاين ثيكنث كده عندنا مسميين مسمى اسمه فينيش لاين ثيكنس اللي هو الهوريزونتال لينث او الهوريزونتال واتس والفيرل بتاعي اللي هو الفيرتيكال لينث قال لك الفيرتيكال لينث ده لا يقل المفروض عن 1.5 2 مللي علشان اتجنب اللاترال فورسز او ا resist ال اللي بتنزل على الكراون بتاعي. طيب لو انا عندي نص ملي فيرل وما اقدرش ان انا اعمل فيرل اكتر من كده لان انا لو نزلت اكتر من كده ممكن اقرب من البون او ممكن ما يبقاش فيه بايولوجيكال ويتس كفايه او كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه في الاول ده. يبقى ساعتها انت مسموح لك تعمل النص ملي فيرل ده ولكن بشرط يكون على الميزيال او الديستال وول فقط. يبقى اذا انا عندي الفيرل من واحد ونص ل 2 مللي على البكل واللينجول ومن نص مللي الى اكتر طبعا لو قدرت على الميزيال والديستال طب ايه تفسير الكلام ده قال لك لان الفورسز اللي بتنزل لاترال على التوت ستراكشر بتنزل على البكل واللينجول ما بتنزلش على الميزيال والديستال وده طبيعي لان انت لو عندك مثلا ابر سنترال الابر سنترال ما فيش فورس بتنزل عليه ناحيه الميزيال والديستال الفورس دايما يا بكل يا لينجوال فبالتالي هو ده التفسير ان احنا الفيرل بتاعنا مسموح لنا يكون حوالي نص ملي في الميزيال والديستال ويكون حوالي ملي ونص او اتنين ملي في البكال واللينجو طبعا بنلجا ساعات للديورالاي او الكاستم ميد بوست في الحالات الميوتيليتد، يعني ايه الميوتيليتد؟ يعني الحالات اللي بيبقى فيها تشيبنج uh, او الحالات اللي فيها فراكتشر او الحالات اللي بيبقى فيها ريميننج uh, روتس وخاصه anteriors الحالات دي ما بنلجاش للفايبر بوست بنلجا مينلي لكاستم uh, made ميد بوست والافضل يكون ديورالي ديورالي ده دا بيبقى دايركت امبريشن باخده للكنال نفسها الدايركت امبريشن اللي باخده للكنال باخده ازاي ببتدي ان انا اخد او اعمل ميكس للديورالي وده بيبقى عباره عن اكريليك الاكريليك بيبقى ريد اكريليك زي ما احنا شايفين في الصور كده بعمل ويتنج للكارير اللي هو البلاستيك كارير اللي قصادنا ده البلاستيك كارير ده بعمل ويتنج في مونومر وبعد كده بعمل له سبريدنج للباودر بتاعتي اللي هي الديورالي الاحمر اللي هو الاكريليك اللي قصادنا ده وبعد كده ببتدي ان انا ابني الكور ستراكشر بتاعتي وبعد ما الكور ستراكشر باخد البوست اند بتاعي اللي هو الكاستم ميد اللي انا بنيته ده ببتدي ان انا اخده ابعته لللاب بتاعي وبعد ما ابعته لللاب اقول له يا اما تعمل له وتحوله لسيراميك بوست او تحرقه وتعمل له كاستنج وتحوله لميتال بوست ده التكنيك اللي بنسميه الدايركت تكنيك امال ايه الان دايركت تكنيك ده الان دايركت تكنيك ان انا اخد رابر بيز امبريشن للكنال بتاعتي بمساعده الرابر بيز اللي هو بيبقى الباتي واللايت او الهيفي واللايت الديورا لي او ده الموست ايفكتيف او الموست اكوريت تكنيك لان انا باخد الامبريشن بالديورا لي وانا مع البيشنت دايركت في الكنال انما الان دايركت تكنيك ممكن يبقى فيه بعض المشاكل ان انا باخد امبريشن بالربر بيز ممكن يحصل شرينكج في الامبريشن وعبال ما الامبريشن يروح للمعمل ويبتدي المعمل يشتغل عليه فممكن يحصل شرينكج اكتر ممكن يبتدي يحصل ديستورشن في الواكس باترن اللي المعمل بيعمله فهيبقى فيه بعض الدروباكس او الاخطاء اللي ممكن تقابلني فيه فالان دايركت تكنيك باخد بيه امبريشن بالربر بيز الكاريير بتاعي هنا مش بلاستيك كارير لا ده هيبقى ميتال كارير بجيب اه اتش فايل او بجيب سيفتي بن ببتدي اعمله بند زي حرف ال كده وباخد الامبريشن جوه الكنال وممكن نشوف برضو فيديو بيوضح لنا الكلام ده الحاله اللي قدامنا دي دي حاله اندو تريت توث محتاج ان انا اعمل فيها كاستم ميد بوست طبعا الحاله ميوتيليتد كلها عباره عن توث ريستوريشن اولد ريستوريشن ابتدي اشيل الاولد ريستوريشن زي الجايد لاينز اللي احنا اتكلمنا عليها في اول المحاضره قلنا بنعمل ايه بنعمل ريموفال للاولد ريستوريشن للاندرماين توث ستراكشر ابتدي ان انا ارجع الاكسس كلين اكسس وهبتدي بعد كده ان انا اشوف الكلين اكسس ده اذا كان في بيولوجيكال واتس كفايه محتاج ان انا اعمل كراون لينسينج ولا لا كل الفاكتورز دي انا دلوقتي هبتدي اشيل كل التوث structure القديمه الاول توث structure ابتدي ان انا اشوف الكلين اكسس بتاعي اللي انا شغال عليه المارجنز كلها كلين هنا في الاكس راي دي بنقدر نحدد الوركينج لانس او بنقدر نحدد طول الروت لان الاكس راي دي متصوره بالبارالينج تكنيك زي ما اتفقنا والبارالينج تكنيك بيسمح لي ان انا ان انا اصور بنفس الدايمنشنز بتاعه الناتشرال توث ستراكشر ابتدي ان انا اعمل دريلينج بنشيل بالجيتس سجلدن الاول زي ما احنا شايفين كده بنعمل جو... جيت واي اوبننج وبعد كده ببتدي اشتغل بالبيزو دريل ببتدي بالبيزو اشيل ال... الجزء اللي انا محتاج اعمله بريباريشن اللي هو الوركينج بارت بتاعي هنا ممكن في الحاله بتاعتنا لو في اندرمايند او في سوري اندركات او في كارث او في كافيتيشن ممكن انا اقفل كل كافيتيشنز دي بريستوريشنز الاول قبل ما اخد الامبريشن بتاعي هنوصل لمرحله الامبريشن بتاعنا هنبتدي نعمل ايه هنعمل ديفينيشن للفينش لاين بتاعنا هنا الامبريشن ممكن ناخده بالسيفتي بن بنكسر السيفتي بن ده وبنعمل فيه رافنينج علشان آه نقدر ناخد الامبريشن والامبريشن ماتيريال تمسك فيه ميكانيكالي وبعد كده بمساعده اللونتيلو سبايرل ببتدي ان انا اعمل آه سبريدنج لللايت بودي انسايد الكنال عملت سبريدنج لللايت بودي هبتدي ان انا اجيب السيفتي بن او اجيب الميتال كارير بتاعي واعمل له انسيرشن انسايد كانال وبعد كده هنجكت اللايت بودي على الماتيريال على الكارير بتاعي وعلى التوث ستراكشر وابتدي اخد الهيفي بادي بتاعي انا كده اخدت دبل ميكس وان ستيب تكنيك وبكده ابقى اخدت امبريشن فور كاستم بوست هنا في الصوره اللي قدامنا دلوقتي دي حاله محتاجين ان احنا نعمل فيها كراون لينثنج نتيجه ان الكيس بتاعتنا عباره عن ريميننج روت فراكتشر طبعا اكثر الكونترا انديكيشنز اللي معظم زمايلنا بيقعوا فيها ان هو يعمل كراون lengthening ل سنجل توث انتيرير ودي بتبقى اكبر مشكله بتقابله في شغله بعد كده ان الحاله دي هتبقى اطول من اللي جنبها لان اي توث انتيرير عملت فيها كراون lengthening طبعا الجزء من الروت هيبقى اكسبوزد فالسنه هتبقى اعلى من السنه اللي جنبها علشان كده بنقول دايما ان الانتيريورز نوت انديكيتد فيها انك تعمل كراون لينسنج فور سنجل توث لو هتعمل كراون لينسينغ ممكن نعمل كراون لينسنج للفور او ثيكس انتيريورز ما تعملش كراون لينسنج لتوث واحده سنجل توث طيب لو انا عندي ريميننج روت ابر سنترال ومحتاج ان انا اكريت بيولوجيكال ويتس هعمل ايه؟ ممكن ان انا اعمل اورثو اكستروجن ابتدي ان انا اسحب بالاورثودونتيك براكيت الريميننج روت ده علشان اطول الروت شويه او اعمل اكستروجن اكتر وابعد الريميننج ساوند توث استركتشر عن الالفلا كاست الاوبشن البديل هو السيرجيكال كراون لينسرنج او ان انا افتح فلاب واشيل بون واعمل جنجفيكتومي وبعد كده ارجع اعمل سوتشرنج تاني في اوبشن تالت وهو السيرجيكال اكستروجن ان انا بفورسبس اسحب الروت ده 2 مللي وبعد كده ابتدي ان انا اثبته بكومبوزيت مع الادجيسنت لحد ما يحصل هيلينج والتكنيك ده بصراحه انا مش بحبه ومش بفضله لان التكنيك ده يعني بيبقى بينفل قوي اجريسيف وفي بعض الحالات بيحصل انكيلوزس او في حالات اخرى بيبتدي يحصل موبيليتي في الريميننج رود ده وبيحصل له اكستراكشن فيما بعد بكده نبقى خلصنا الجزئيه الاولى من uh, شغل البوست اند كور او الريستوريشن او الريستورابيليتي اوف اندودونتيكالي تريتد تيث ان شاء الله اكون موجود معاكم في لايف جديد uh, بنتكلم فيه على الريسنت انوفيشنز اللي موجوده في الاندودونتيكالي تريتد تيث ايه البايوميميتيك كونسيدريشنز اللي ممكن uh, نراعيها او نعملها الاندو كراون استراتيجي وازاي اسلكت كيس مناسبه للاندو كراون ازاي الحاله بتاعتي دي تكون حاله ناجحه باستخدام البوست او بدون استخدام البوست باستخدام الانوفيشنز اللي احنا عايزين نتكلم عليها الجديده سواء الريب او سواء الاندو كراون سعدت بيكم النهارده في اللايف اللي احنا عملناه واتمنى يكون لايف مفيد واستفدتوا بقدر كبير وكافي شكرا ليكم وتابعونا دايما علشان تسمعوا معلومات جديده في لايفات جديده شكرا ليكم كان معاكم دكتور احمد سمير شكرا